قول لي بقى تجربة عاملة ازاي؟ والله صعوباتها كتيرة كابتن احمد، لكن احنا سعداء بيها جدا جدا، وانا قلتها دايما وبقولها دايما يا كابتن احمد، مش معنى ان احنا عندنا بعض المشاكل المادية وبعض المشاكل في شوية حاجات امور تانية خارجية شوية، لكن مش معنى كده ان احنا مش هننجح او مش هنعمل 100% بتاعتنا يعني. فاحنا بنقاتل وبنحارب وان شاء الله باذن المولى عز وجل ان شاء الله هنقعد في الدوري ان شاء الله. ان شاء الله اقصى امالك البقاء في الدوري؟ طبعا خلينا نكون واقعيين يا كابتن احمد، يعني الواقعية مهمة جدا في الكورة يعني. حضرتك سيد العارفين يعني ان انت النهاردة دوري قوي جدا، دوري فرق كتيرة جدا مدعمة نفسها بصورة كبيرة صحيح. جدا ميزانيات كبيرة جدا اكتر مننا بكتير جدا، لكن بنحاول ان شاء الله ان احنا نكافح في وسط المجموعة دي ونحاول ان احنا ان شاء الله نقعد يعني. كابتامر يعني السنة اللي فاتت لم يبقى الا حسني فتحي وصبيحة من الناشئين 99 يعني حسني كمان مصاب على ما اعتقد يعني صح. بدات تكون فرقة ازاي؟ ما انت بتلعب دوري ممتاز، انت بتلعبش معلش دوري درجة ثالثة ولا دوري مراكز شباب، لا انت بتلعب دوري ممتاز، اهلي زمالك بيراميدز مصر اتحاد اسماعيلي فيوتشر، اسماء تقيله جدا يعني. قدرت تشتغل ازاي في وسط هذه الاجواء الصعبه ونقص الامكانيات الماديه الشديد في مصر المقاصه؟ وكمان يا كابتن ازيد على حضرتك كمان حاجه ان احنا كمان نقلنا تمريننا في الفيوم يعني ممكن لاعب يستحمل طبعا من اول السنه واحنا بنتمرن في الفيوم. وبتلعب في القاهره؟ لا بنلعب في القاهره طبعا. نفسك تلعب في الفيوم؟ طبعا انا برضو دي نقطه يا كابتن احمد محدش واخد باله منها. انا ما عنديش ملعب يعني كل الفرق عندها ملعب، انا ما عنديش ملعب، انا ملعبي كلها الحربيه ومش انا اللي مختاره كمان يعني، هو اتفرض عليا كلها الحربيه لان عشان الظروف والكلام ده كله، ده انسب حاجه وانسب حاجه لامكانياتي يعني، واخد بال حضرتك يا كابتن. فهي دي النقطه يعني ان انا بس يا كابتن احمد صعوبات جامده جدا في اول السنه. شركه الراعي لما خرجت من مصر المقص السنه اللي فاتت كان في مديونات كبيره جدا. كابتن وليد هويدي بصراحه للامانه عايز احييه من هنا، الراجل للامانه واجه المشكله بشجاعه، ولما جه اتكلم معايا قال لي يا كابتن احنا ظروفنا 1 2 3، وانا بصراحه قبلت المهمه لان نادي مصر المقاصه نادي كبير ونادي عريق وفرصه ان واحد يقدم نفسه في جوه الدوري الممتاز بعد صعود كوكولا. لكن طبعا ان انت بتقدم نفسك في ظروف يعني صعبه شويه، فده تحدي اكبر كمان يا كابتن احمد، وانا مصمم عليه ومصمم ان شاء الله ان احنا نكمل نهايه الموسم مع بعض ان شاء الله، وهنقعد في الدوري ان شاء الله باذن المولى عز وجل يعني. لكن هرجع لتكوين الفرقه كابتن احمد، انا دورت على الشخصيه قبل اللعيب كويس. الشخصيه طبعا طبعا اللي يستحمل الظروف بتاعتنا واللي جاي عشان يعمل لنفسه حاجه واللي يبقى طموحه سابقه، لان احنا ده اهم في الموضوع كله. ان احنا المساله مساله ان احنا حاطين هدف قدامنا كلنا جهاز بلعيبه، ان احنا طموحنا الاول وبعد كده اي حاجه تانية تيجي ورا الطموح يعني. ان احنا محتاجين شخصيات مختلفه، محتاجين لعيبه فعلا رجاله، محتاجين لعيبه فعلا تستحمل الضغط، محتاجين لعيبه فعلا تستحمل الظروف اللي احنا فيها وقله الموارد الماديه اللي احنا فيها يعني. متوسط الاعمار 24 سنه، 24 اصغر سنة. متوسط عمر جوه الدوري ممتاز يعني. احنا عندنا كابتن فرقه في ماتشات كتير جدا صباحه 99، ما اقول 99 كابتن التيم، كابتن الفرقه بينزل كابتن فرقه والشاره 99. امبارح لما كلمت هشام حافظ عشان اطمن عليه فقال لي احنا عيله. صح. كلمه عجبتني جدا، الولد صغير لما يقول الكلمه دي معناه ان انتوا زارعين في وسط الفرقه قصه الاسره دي، ايا كانت النتائج بقى التوفيق من عدم بتاع ربنا سبحانه وتعالى، لكن واضح ان انتوا نجحتوا في قصه ان انتوا تتعاملوا كاسره. هي دي النقطه بقى يا كابتن احمد، ده اللي بنراهن عليها يا كابتن. الحاله اللي احنا عاملينها جوه النادي، ان احنا كابتن احمد احنا مثلا بقالنا ممكن بقالنا شهرين ثلاثه ما بنقبضش والكلام ده كله، مفيش لعيب سالني على فلوس. والله العظيم يا كابتن احمد ما في لعيب سالني يا كابتن القبض اتاخر امتى ولا القبض امتى ولا 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 والله العظيم يا كابتن احمد. احنا كاس الرابطه كسبنا ماتشين وما خدناش مكافئات، مفيش لعيب قال لي يا كابتن الماتشات ده بكام ولا كاس الرابطه بكام ولا الماتش ده بكام. كابتن احمد احنا مش حاسبينها كده، احنا حاسبين ان احنا قافلين على بعض وعايزين ننجح كلنا مع بعض. واحنا متاكدين تماما تماما ان اول ما الفلوس تيجي بتتصرف للعيبه وبتتصرف. الفلوس بتيجي منين دلوقتي؟ برزنتيشن بس، الرعايه بس الرعايه بس الرعايه. احنا كابتن احمد مصدر دخل تاني خالص بصراحه. الكابتن وليد بقول لك انا بحييه جدا لانه واجه قال لي يا كابتن تامر هي دي فلوسنا ودي امكانياتنا واحنا اللي نشتغل بالامكانيات دي وانا مش فارقه معايا اي حاجه. قلت له ان شاء الله بالامكانيات دي هنقدر نعمل فرقه كويسه وان شاء الله هنقدر نقعد باذن المولى عز وجل. هو طيب انت عملت فرقه كويسه معظمهم من القسم الثاني مش كده؟ معظمهم